عادت ظاهرة الانتحاريين إلى الواجهة من جديد. انتحاريون في كامل وعيهم ينفذون المهمة الموكلة إليهم بعد سنوات من التحضير النفسي والعسكري بواسطة الأحزمة والسترات الناسفة، وهي عبارة عن متفجرات مربوطة بشريط وفتيل صاعق، فصاعق كهربائي وآلة تحكم عن بعد. سترة الموت هذه لا يرتديها إلا الذي وصل إلى أقصى درجات الإرهاب. انه الانتحاري طبعا سيذهب الى الجنة، هو بيكون بالدنيا ما له وظيفة منيحة. ان الانتحاري سيكون له سعادة، هو بيكون عايش حياة تعيسة في الدنيا. هو الاساس النفسي، يعني العمل العسكري اسهل لانه بروح وبفجر حاله. بيشوفوا في شخصيات معينة مختلفة بطبيعتها عن الاخرين، فبياخدوها بيعملوا لها الايديولوجية الانتحاري. مراحل التخطيط للتفجيرات الانتحارية بواسطة أحزمة ناسفة هي أربعة، أولها التحضير، ثم التخطيط، فالتنفيذ والتقييم. خلال المراحل الأولى لا يلتقي الانتحاري مع الفريق اللوجستي والمعدات، فاللقاء يحصل في الأيام الأخيرة التي تسبق تنفيذ العملية. ممكن يكون هذا شيء لخمس ست ساعات عشر ساعات إذا كان كتير محضر وبيعرف المنطقة سابقا، وإذا ما بيعرف المنطقة السابقة يمكن يكون نهار 24-48 ساعة. هذا بيكون حالات استثنائية، ما بيقعد بمسرح الجريمة أكثر من هالوقت. هيدا عادة عن الضعف اللي بيكونوا فيه وحظوظ كشف هالعملية قبل حدوثها هي عند الانتقال من مرحلة لمرحلة. قائد الفريق المتطرف هو الذي يختار الانتحاري المناسب والخطة الأنسب، ومعايير الاختيار لا ترتكز بشكل أساسي على مدى تدين الانتحاري، بل يتم التركيز على ميوله للسوداوية والعنف.